هل تريدون ان تلعبوا كرة القدم هل تريدون ان تلعبوا كرة قدم Do you want to visit friends هل تريدون ان تزوروا اصدقاء هل تريدون ان تزوروا اصدقاء to want يريد يريد I don't want to arrive late لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد ان اتي متاخرا i don't want to go there لا اريد ان اذهب الى هناك لا اريد ان اذهب الى هناك i want to go home اريد ان اذهب الى البيت اريد ان اذهب الى البيت I want to stay at home اريد ان ابقى في البيت اريد ان ابقى في البيت I want to be alone اريد ان اكون لوحدي اريد ان اكون لوحدي Do you want to stay here? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ Do you want to eat here? هل تريد ان تاكل هنا؟ هل تريد ان تاكل هنا؟ Do you want to sleep here? هل تريد ان تنام هنا؟ هل تريد ان تنام هنا؟ Do you want to leave tomorrow? هل تريد ان تغادر غدا؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ Do you want to stay till tomorrow? هل تريد ان تبقى حتى غد؟ هل تريد ان تبقى حتى غدا؟ Do you want to pay the bill only tomorrow? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Do you want to go to the disco? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Do you want to, go to the cinema? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ اتريدون الذهاب الى السينما? Do you want to go to a café? اتريدون الذهاب الى المقهى? اتريدون الذهاب الى المقهى? 72. اثنان وسبعون <applause> اثنان وسبعون To have, to do something, must وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء must يجب يلزم يجب يلزم i must post the letter يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب i must pay the hotel يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق you must get up early يجب ان تستيقظ مبكرا يجب ان تستيقظ مبكرا you must work a lot يجب ان تشتغل كثيرا يجب ان تشتغل كثيرا You must be punctual. يجب ان تكون دقيقا في المواعيد. يجب ان تكون دقيقا في المواعيد. He must get petrol. يجب ان يعبي التنك. يجب ان يعبي التنك. He must repair the car. يجب ان يصلح السياره. يجب أن يصلح السيارة. He must wash the car. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. She must shop. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. She must clean the apartment. يجب عليها ان تنظف الشقه يجب عليها ان تنظف الشقه she must wash the clothes يجب عليها ان تغسل الغسيل يجب عليها ان تغسل الغسيل you must go to school at once يجب ان نذهب فورا الى المدرسه يجب ان نذهب فورا الى المدرسه You must go to work at once يجب ان نذهب فورا الى الشغل يجب ان نذهب فورا الى الشغل You must go to the doctor at once. يجب ان نذهب فورا الى الطبيب يجب ان نذهب فورا إلى الطبيب. You must wait for the bus. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. You must wait for the train. يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. You must wait for the taxi. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب أن تنتظروا التاكسي. 73 73 To be allowed to السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء Are you already allowed to drive? هل صرت يسمح لك ان تقود سياره هل صرت يسمح لك ان تقود سياره Are you already allowed to drink alcohol هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر Are you already allowed to travel abroad alone هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ may to be allowed يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز may we smoke here؟ هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ Is smoking allowed here? هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ May one pay by credit card? هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان May one pay by check هل يجوز السداد بالشيك هل يجوز السداد بالشيك May one only pay in cash هل يجوز الدفع كاش فقط هل يجوز الدفع كاش فقط May I just make a أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ May I just ask something? أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ May I just say something? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ He is not allowed to sleep in the park. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. He is not allowed to sleep in the car. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. He is not allowed to sleep at the train station. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. May we take a seat? أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ May we have the menu? أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ May we pay separately? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ 74 أربعة وسبعون. أربعة وسبعون. Asking for something. رجاء الشيء. رجاء الشيء. Can you cut my hair? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Not too short, please. من فضلك، ليس قصيرا جدا. من فضلك، ليس قصيرا جدا. A bit shorter, please. من فضلك، أقصر بقليل. من فضلك، أقصر بقليل. Can you develop the pictures? هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ هل يمكنك؟ تظهير الصور تحميض الفيلم The pictures are on the CD. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على السي دي. The pictures are in the camera. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Can you fix the clock? هل يمكنك اصلاح الساعه؟ هل يمكنك اصلاح الساعه؟ The glass is broken. الزجاج تالف. الزجاج تالف. The battery is dead. البطاريه فارغه. البطاريه فارغه. Can you iron the shirt? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Can you clean the pants? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Can you fix the shoes? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Do you have a light? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Do you have a match or a lighter? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Do you smoke cigars؟ أتدخن السيجار؟ أتدخن السجار؟ Do you smoke cigarettes? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Do you smoke a pipe? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟ 75 خمسة وسبعون خمسة وسبعون Giving reasons 1 إبداء الأسباب واحد إبداء الأسباب واحد Why aren't you coming? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ The weather is so bad. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. I am not coming because the weather is so bad لا اتي لان الجو سيء جدا لا اتي لان الجو سيء جدا why isn't he coming لماذا لا ياتي لماذا لا ياتي he isn't invited هو غير مدعو هو غير مدعو He isn't coming because he isn't invited. Huo la yati li ano gayr mdhu. Huo la yati li ano gayr mdhu. Why aren't you coming? Lima the anta la tati. Lima the anta la tati. I have no time. ليس معي وقت ليس معي وقت I am not coming because I have no time لا اتي لاني ليس معي وقت لا اتي لاني ليس معي وقت why don't you stay لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى I still have to work. ما زال علي ان اشتغل. ما زال علي ان اشتغل. I am not staying because I still have to work. لا ابقى لاني لا يزال علي ان اشتغل. لا ابقى لاني لا زال علي ان اشتغل. Why are you going already? لماذا صرت تريد ان تذهب؟ لماذا صرت تريد ان تذهب؟ I am tired. انا تعبان. انا تعبان. I'm going because I'm tired. انا اذهب لاني تعبان. انا اذهب لأني تعبان. Why are you going already? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ It is already late. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. I'm going because it is already late. انا اسافر لان الوقت صار متاخرا انا اسافر لان الوقت صار متاخرا